الصباغة والقراءة واللعب أنشطة يمارسها الطفل بالتعليم الأولي لاكتساب مجموعة من المهارات التي تخوله الاندماج السلس في محيطه وتنمية سلوكاته ومهاراته الحسية والحركية. هنا بمجموعة مدارس حمال الفطواكي بجماعة مصمودة بإقليم وزان استقبلت حجرات هذا الفضاء مجموعة من أطفال التعليم الأولي لتنمية قدراتهم النفسية والاكتساب المهارات الاجتماعية الكافية قبل ولوج السلك الابتدائي. جيت نرسم وجيت نكتب وجيت نفرح، كنت هنايا من الفيس وجيت هنايا. تنمية الكفايات النفسية والاجتماعية وتعلم معايير السلوك الاجتماعي أساسيات حياة يتلقاها الأطفال بهذا الفضاء عبر اعتماد المربيين على مجموعة من المنهجيات التربوية والتعليمية الخاصة كاللعب الجماعي وأنشطة التركيب والتفتح الفني. انطلاقا من هذه الانشطه هذه كنمروا يعني مجموعه من التعلمات اللي كتخلي ان الطفل يكتسب واحد المجموعه من المهارات، مجموعه من التقنيات اللي يعني تساعدوا على اساس اكتشاف مثلا اكتشاف القدرات ديالو، اكتشاف المواهب ديالو، يعني اللي غتخليه يعني دائما يعني في واحد المستوى، يكون في واحد المستوى متميز يعني في الدخول ديالو في المستوى الابتدائي. ولخلق مناخ تربوي جيد لهؤلاء الأطفال تم تكوين مجموعة من المربيات والمربيين لمدة 400 ساعة قبل استئناف عملهم داخل الحجرات التربوية، إضافة لتتبع مختلف البنيات المادية للمؤسسات وتجهيزها بما يلزم قبل الدخول المدرسي بمختلف وحدات التعليم الأولية على مستوى إقليم وزان. الارتقاء بالتعلمات والنهوض بالمنظومة التربوية ككل، حرصنا على الإعداد الجيد لضمان انطلاق العمل بجميع أقسام التعليم الأولي على غرار باقي الأسلاك التعليمية على مستوى الإقليم، من خلال ضمان تكوين المربيات والمربين وتتبع البنيات المادية والحجرات وتأهيلها وتجهيزها بطبيعة الحال بتنسيق تام مع مختلف المتدخلين والشركاء بالمنظومة. باعتباره مدخلا أساسيا للارتقاء بالتعلمات والنهوض بالمنظومة التربوية، يعد التعليم الأولي بالعالم القروي محطة أساسية لاكتشاف قدرات الطفل ومواهبه وتسهيل اندماجه داخل الفضاء المشترك لخلق رابط قوي بين الطفل والمؤسسة التعليمية في سن مبكرة لتفادي الهدر المدرسي الذي يعرفه العالم القروي بشكل خاص.